أهلا يا يارا، أهلا يا مسلم. أهلا أهلا يا عبد الله، أهلا يا يارا، أهلا يا عبد الرحمن، محمد مصطفى ومحسن، نورهان، أهلا صديقتي نورهان، ريناد، ريتاب، جديد اسم ريتاب، ساندي، وفي حد زوم يوزر، وفي أسماء، أهلا يا سمسم، أهلا يا جنى، روفان، عبد الله، أهلا يا عمر، أهلا يا عمر، وعمر بسام، محمد ومحمد، اتنين محمد بس، مش عارفة مين، وفي محمد بسيوني، أهلا فتوم، أهلا يا فتوم، أهلا بكم أصدقائي وصديقاتي. فين الكاميرات يا دكاترة؟ بتعملوا إيه خلف الكاميرات؟ في أنا مس البطولات؟ نعم البريتاج، بس أنا اسمي حنان. حنان، اهلا يا نونا، احلى نونا في الدنيا. البطلات السلام البنات بس، عليكم. هي البنات بس البطلات اللي فاتحين الكاميرات. وعليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا السلام يا روفة، عليكم. اهلا يا روفة، وعليكم السلام السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. اهلا يا يا مس محسن. نعم، السلام عليكم. هو انا اسمي جودي بس داخله بحساب اخويا. طيب، ما هي المشكلة بقى بنقرا الأسامي اللي قدامي، بس أنا هنسى بصراحة. لو تعرفي تظبطيه على جودي السلام بس عليكم. تمام. ده الصف الكام؟ ده الصف الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام فطوم، إيه القمر ده يا فطوم؟ شكرا. عفوا. أنا مبسوطة جدا شايفة في أصدقاء جدد معانا، ومبسوطة بالأصدقاء اللي كانوا معايا الحصة السابقة، مبسوطة جدا. يا ترى الأصدقاء القدامى اللي كانوا معايا الحصة اللي فاتت، بقينا بنتلخبط في التاء والهاء المربوطة ولا خلاص كده؟ خلاص 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 كده. خلاص كده، ما بقتش تضحك علينا التاء المربوطة؟ لا عرفنا نطلعها صح؟ بقينا بنشيل التاء ونحط الهاء ون ايه؟ ونجرب، يا نفعت يا ايه؟ يا يا باظ خالص. برافو عليك. كان في حد قال لي يا معلمتي، زي ما قلت لي كده وعرفتي لي التاء المربوطة، في حاجة بقى بتلخبطني قوي قوي قوي. قلت له ايه هي؟ قال لي بقى على فكرة، انا كل لما بتمنى التنوين بيلخبطني، ولما باجي كلمة اخرها نون ركزي. بتلخبط. يا ترى هي نون ولا تنوين؟ مش دي بتلخبطنا كلنا؟ صح ولا لأ؟ التنوين ده بيلخبطني، فشوفي لي حل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقفل المايك يا دكاترة ونفتح الكاميرات. نقفل المايك ونفتح الايه؟ نقفل المايك ونفتح الكاميرا. بصي يا معلمتي بقى، يعني فهميني ازاي لما انا اسمع نون اعرف اذا كانت دي نون اصلية في الكلمة، او لو نون اعرف ازاي اذا كانت دي نون تنوين. مين حابب يعرف معانا؟ أنا مس مين تاني؟ ايه ده، حبة صغيرين خالص. فين باقي الكاميرات؟ فين؟ أنا مس رافع عايزة أعرف. أين شباب المستقبل؟ أنا مس ريتاب عايزة وعبد أعرف. الله، عمر بسام وجنى، أهلا أهلا. نورهان أنا يا مس أصدقاء عايزة بينضموا. أعرف. حلو، وأنا كمان عايزة أعرف. جميل جدا، أحلى ضحكة يا سندي، يا وأنا أسطورة ما لسه شاء الله. عايزة أعرف. طيب يلا بينا، جهزونا يا أبطال، جاهزون جاهزون. أنتوا ما جاهزون. بتتفرجوش على سبونج بوب؟ بنتفرج. لما سبونج بوب يقول لهم جاهزون يا أطفال، هاي هاي يرد عليه كاندينو. يقول له ايه؟ مس اي مس اي كابتن، يلا جاهزون يا أطفال. جاهزين. هاي هاي مس كابتن، هاي ايه ده؟ هاي فين كابتن. الأبطال؟ الأبطال صوتها ضعيف ليه كده؟ جاهزون يا أطفال. هاي هاي كاندينو. مس أوه، هاي كابتن. يلا مس بينا. نعم يا ميس، يا نعم. انت عارفة في سبونج بوب سنجابة اسمها ساندي وانا اسمي ساندي؟
زيك؟ اه عارفه، بحب اتفرج على سبونج بوب جدا. يلا يا ابطال نقفل المايك، تعالوا بقى اقول لكم على التنوين. ازاي الكلمه اعرف اذا كانت هي فيها تنوين اخرها تنوين او كلمه اخرها نون؟ التنوين ده يا اصدقائي بيجي في اول الكلام ولا في منتصف الكلام ولا في اخر الكلام؟ في آخر الكلام، برافو، حلو. التنوين ده جميل جدا، جميل. التنوين ده ينفع يجي في اول الكلام يا ابطال؟ في آخر الكلام. حلو، التنوين ده ينفع يجي في اول الكلام؟ لا 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 ينفع يجي في منتصف الكلام؟ لا لا بيجي لا في اخر الكلام؟ اه نعم، اه يبقى التنوين ده بيجي في اخر الكلام. التنوين ده عبارة عن ايه؟ التنوين ده له علامة، يا اما فتحتين يا اما ضمتين يا اما ايه؟ يا إما يا اما كسرتين. كسرتين يا إما كسرتين. أنا عارفة التنوين. طيب نقفل المايك يا شباب. بيقول لي يعني ايه بقى يا معلمتي؟ ما انا عارفه ان هو فيها فتحتين وضمتين وكسرتين، يعني ايه؟ يعني يا آمر، ان الحرف لما يكون فوق منه فتحتين او ضمتين او كسرتين، زي مثلا حرف العين. حرف العين بنطق الحرف ده ازاي وعليه التنوين؟ بيقول لي انا عندي دلوقتي في فتحتين، باخد واحدة منهم بتبقى حركة الحرف، الحركة بتاعته عادي، عين عليها فتحتين، باخد واحدة بتبقى الحركة بتاعت العين. يعني ايه معلمتي؟ يعني صوتها عا. لو حطيت العين هنا باخد واحدة من الضمتين تبقى عو. هنا لو حطيت العين باخد حركة واحدة تبقى عي. طب الحركة التانية يا معلمتي، الحركة التانية بقى يا دكاترة نون، بنطقها نون، بنطقها نون، بنطقها نون. يعني ايه؟ يعني انا حرف العين عليه فتحة صوته ايه؟ عا. كأني حاطة جنب العا دي حاطة جنبها نون، يبقى بنطقها عن. حلو كده؟ يا ضحى ولا يا دعاء طلعي لسانك ليه كده؟ ماشي؟ طيب حرف العين يا فطوم رحتي فين؟ حرف العين عليه ضمة صوته عامل ازاي؟ عو، صح؟ طيب والضمة التانية اتفقنا ان هي ايه؟ نون، كأن عو زائد النون، يبقى انا بنطقها ايه؟ يلا انا عايزة اشوف شفايفكم بتتكلم، مش انا لوحدي اللي بتكلم. ها، عو، عن، عن. انا شايفة بنطقه، برافو. شايفة نورهان، شايفة محمد طارق، ممتاز. طيب حرف العين أسفلها كسرتين، عي وجنبها نون، بنطقها ما بكتبهاش، تبقى عين. معلمتي أنا عارف كل اللي بتقوليه ده، أنا مشكلتي دلوقتي في الإملاء. أنا عارف أنا لو شفت حرف العين ومعاه ضمتين، ها، عارف إن هي عن، أنا عارف الكلام ده كله. ولو هي فتحتين تبقى عن، ولو هي كسرتين تبقى عين. أنا عايز الإملاء، أنا عايز لما أسمع كلمة فيها آخرها نون أعرف أفرق إذا كانت نون تنوين ولا نون حرف أكتبه حرف النون. في كلمات آخرها حرف النون، آه، زي حصان، دكان، بركان. طيب تعالوا بقى نخش في الجزء المهم. نون التنوين دي يا شباب المستقبل زي الاكسسوار. يعني ايه يا معلمة؟ كلنا عندنا غرفة النوم، صح؟ غرفة النوم ايه الحاجات الأساسية فيه؟
سرير، صح ولا لا؟ صح. دولاب، صح ولا لا؟ دي حاجات أساسية. هل أنا لو حطيت صورة على الحائط في غرفة النوم بتاعتي، هل الصورة دي أساسية ولا اكسسوار زيادة؟ هفتح المايك نتشارك مع بعض وما نكررش الكلام تاني. دلوقتي أنا في غرفة نومي، إيه الحاجات الأساسية اللي موجودة في غرفة النوم؟ سريري، دولابي، سرير هل أنا ودولاب برافو، لحظة ودولاب خلاص. طيب نقف نقف نقف. هل أنا لحظة، كتب طيب لحظة، أنا مش عايزة أقفل المايك عليكم يا شباب. هل أنا لو شلت السرير من غرفة النوم، هل أصبحت غرفة نوم ولا باظت؟ باظت، لأنها حاجة أساسية في الغرفة. طيب لو شلت الصورة اللي موجودة على الحائط في غرفة النوم، لو شلتها، هل غرفة النوم هتبقى غرفة نوم ولا باظت؟ لا باظت، غرفة نوم. غرفة نوم. ليه؟ لأن الصورة دي إكسسوار، دي زينة، دي زيادة. الزينة والزيادة دي زي التنوين، زيادة، إكسسوار، زي البنوتة بتلبس الفستان بتاعها وبتخرج بيه، ده أساسي لازم تلبس الفستان خلاص. إنما هي بتلبس خاتم، تلبس حلق، تلبس سلسلة، دول زينة. هل مش ممكن البنات تخرج من غير الخاتم؟ عادي، ده زينة صح؟ عادي. ايوه زينة، ده زيادة، زي التنوين. زي الأولاد، الولد لازم يلبس البنطلون ويلبس التيشيرت بتاعه، ده أساسي، بس ايوه ممكن يحط الساعة زينة زيادة صح؟ هل لو خرج من غير الساعة هيبقى غلط؟ لا. ليه؟ لأن الساعة زيادة. والدي عنده سيارة، لا اقفل المايك، أنا هقفل لكم المايك، يلا عشان احنا قربنا كده. ايه والدي بالظبط بالظبط، والدي عنده سيارة صح؟ هل السيارة تنفع تمشي من غير الكفر أو العجل؟ ينفع تمشي من غير العجل السيارة بتاعت والدي؟ لا. ليه؟ لأن الكفر ده أو العجلة دي حاجة أساسية، لو شلتها باظت. إنما أنا والدي ينفع لو في السيارة بتاعته فيها دبدوب، ينفع أشيل الدبدوب ده من السيارة عادي جدا صح؟ لأنه إيه؟ لأنه زينة. كذلك التنوين، التنوين لو شلته من الكلمة مش هيأثر فيها، نون التنوين، لو سمعت كلمة آخرها نون وشلت النون دي ولقيت الكلمة زي ما هي، ما تأثرتش، ما باظتش، يبقى دي نون زينة، يبقى دي نون اكسسوار يا محمد، يبقى دي نون زيادة، يبقى دي نون ما تأثرش على الكلمة، يبقى دي الدبدوب اللي في سيارة بابا. معلمتي وضحي لي أكتر. طيب أنا عندي كلمة قام رن، أنا سمعت في الكلمة آخرها إيه؟ شاورم، حتى لو أنا قافلة المايك أنا شايفاكم وأنتوا بتتكلموا. ها، قامرون، الكلمة آخرها إيه؟ نون، برافو، أنا شايفة، افتحوا الكاميرات يا أصدقائي، برافو يا رقية، برافو يا محسن، نون. طب يا ترى النون دي نون ولا تنوين؟ أنا بتملى دلوقتي، المعلمة بتمليني كلمة قامرون، ما أدي القاف، ما رو رو رن رو ن، يا ترى هكتب نون ولا هكتب ضمتين؟ هعمل ايه؟ هشيل النون وهنطق الكلمة من غير النون. لو الكلمة زي ما هي يبقى النون دي اكسسوار زي الدبدوب في سيارة بابا. لو النون باظت، لو النون دي شلتها من الكلمة والكلمة باظت خالص، يبقى النون دي نون أصلية، نون حرف أساسي في الكلمة. تعالوا نجرب كده،
يلا هنفتح المايك ونجرب مع بعض. قمر، لو شلت النون هتبقى ايه؟ قمر 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 قمر. الكلمة نبع قمر باظت خالص. قمر قمر. حلو، الكلمة نفعت ولا باظت خالص؟ نفعت. حلو، يبقى أنا عندي إيه؟ نفعت. طالما قمر هي قمر، لما شلت النون الكلمة ما حصل لهاش حاجة، يبقى ده النون الزيادة، دي النون التنوين، دي النون الإكسسوار، دي النون اللي زي الساعة بتاعتي لو شلتها من الكلمة مش هتأثر، دي النون اللي زي السلسلة بتاعتي اللي لو شلتها من الكلمة مش هتأثر، دي النون الزيادة الإكسسوار اللي لو شلت الدبدوب من سيارة بابا مش هتأثر على السيارة. طب تعالوا نشوف كلمة تانية ونشوفها، هي نون أصلية ولا نون إكسسوار؟ تعالوا كده نكتب كلمة دكان. يلا تعالوا مع بعض كده ساعدوني. دو دو دو، ما حطش واو، دال عليها ضمة. دو دك دك دكان. نو نو، أنا سمعت نون في الآخر، يا ترى دي ضمتين ولا دي نون؟ هنعمل ايه؟ هنشيل النون من الكلمة واجربها، لو نفعت الكلمة من غير النون تبقى دي الاكسسوار، دي الزينة الزيادة اللي مش هتأثر عليا، انما لو الكلمة باظت يبقى دي نون اصلية، يبقى دي نون حرف. يلا كده نجربها، هفتح المايك ونتشارك ونعرف اذا كانت النون دي نون اصلية ولا نون اكسسوار. لو شلت النون من كلمة دكان يا شباب المستقبل هتبقى ايه؟ دكان. يا ترى دكان. يا ترى الكلمة نفعت ولا باظت خالص؟ ممتاز جدا. يبقى النون دي نون أصلية ولا نون إكسسوار ولا نون زينة؟ الله عليك يا رتاج، الله عليكم، الله عليكم، تبقى دي نون إيه؟ تبقى نون أصلية، يبقى دي مش تنوين. إيه رأيكم؟ نعم نعم. الكلمة وجنبها نون مش هتنفع، هحط جنبها تنوين. معلش قول تاني. لو أنا كتبت كلمة حطيت نون هتنفع ولا ما هتنفع؟ لو كلمة إيه؟ معلش مش فاهمة، يعني إيه لو كتبت كلمة؟ ما على حسب الكلمة. لو كتبت كلمة قمر قمر حطيت جنبها نون هتنفع ولا لأ؟ لا أنا اللي أسألك بقى، أنت اللي هتقولي هتنفع ولا لأ. قمر قمر، يا ترى النون دي هتنفع نون أصلية ولا نون إكسسوار، نور زيادة، نون زينة؟ لحظة بس، لحظة بس، لحظة، أنا بكلم صديقنا دلوقتي اللي بيسأل. لحظة، مين صديقنا اللي بيتكلم؟ أنا. مين؟ رقية. أنا. هيا رقية، هيا رقية، دلوقتي إحنا لو عملنا النون حطينا ال أنت بتقولي دلوقتي قمر، يا ترى النون صح فيها ولا النون هتكون تنوين؟ يا ترى هتكون ايه منهم؟ نون ولا تنوين يا رقية؟ تنوين. صح، لان انا نون دي اكسسوار زيادة، لما شلت النون قمرو نفع. طب يا مس، لو شلت التنوين وحطيت النون هتنفع ولا لا؟ لا طبعا، ازاي ما تنفعش، ما تنفعش. اتفقنا؟ طيب تعالوا كده معايا، تعالوا نتملى كلمة أما نشوف بقى معلمتي. يا نعم مس لو سمحتي، هو كل شوية الصوت بيقطع عندنا والزوم بيقفل، هل ده مشكلة من عندنا ولا من ده نت، ولا الكل؟ ده نت، النت ضعيف عندك، حاولي اقعدي جنب الراوتر شوية، أو لو حد دخل على النت خليه يطلع بس لحد لما الشاشة تخلص.
معلمتي، نعم هو احنا نكتب في الكراسة اللي نتملاه؟ هنتملى حالا ونشوف بقى اخرها نون ولا تنوين. ماشي. يلا جاهزون جاهزون يا ابطال. جاهز. يلا نعم انا جاهزة يا ميس. تاني ميس. ميس انا جاهزة. تمام ماشي اقفلي المايك بس اصدقائنا لحظات على ما يجيبوا. تمام وانا جاهزة بس. وانا اغلقت المايك. يلا يلا الكلمة اللي هنتملاها يا ريت بدون مساعدة. أنا عايزة لو في حد أخطأ خليه يخطأ عشان نعيدها تاني، عشان عندنا في جزء تاني في التنوين. الكلمة اللي هنتملاها ميدان. ميدان الميدان. ميدان ميدان. معلش معذرة. ميدان. اللي انتهى يوريلي. الله عليك يا رقية نزلي بسرعة. جميل يا كارمن أحسنتي. ريتاب ممتازة نزلي. ميدان نهلة. جميل يا نهلة بس اظبطي الدال على السطر. يلا مين تاني؟ الله عليك يا ريتاج نزلي بسرعة. محمد أحسنت يا محمد. محسن برافو يا محسن. عمر بسام أحسنت. جنى برافو. وفي دعاء ولا ضحى؟ ضحى مش باينة الكتابة. جميل يا عمر بسام شفتها. رهف أحسنتي. يلا يا سيلو فين؟ فين بقى الأصدقاء؟ عمر بسام أنت داخل باتنين أكاونت ليه؟ داخل مرتين ليه يا عمر بسام؟ فين جودي؟ فين جودي؟ فين مريم ومنة؟ فين يارا؟ فين الآيفون؟ فين باقي الأصدقاء؟ يلا يا آمر ولا أمير؟ نهلة. جميل يا نهلة خلاص شفناها برافو. فطوم قرب يا طماطم. جميل يا نهلة برافو يا فطوم. ساندي قربي يا سندي. أحسنتي يا ساندي. يلا محمد طارق فين؟ وجنى روفان يا جودي في أصدقاء برافو عليك. طيب تعالوا كده نشوف انتوا كلكم ما شاء الله كتبتوها صحيحة. لما هاجي كلمة وهاجي هكتبها بس لو انا بكتب بسرعة عشان نستفاد. ميدان ميدان. طب يا ترى هحط تنوين
ولا هحط نون؟ هعمل ايه؟ هشيل النون من الكلمة. هجربها. ميداي. نفعت ولا باظت خالص؟ باظت. طالما باظت وما نفعتش، زي ما انا كده شلت، لو شلت السرير من غرفتي يبقى غرفة النوم ما نفعتش، يبقى دي حاجة أصلية، يبقى ده نون أصلية. طيب تعالوا نشوف كلمة جديدة، تعالوا نشوف بستانو. يلا يا شباب المستقبل، يا ريت نفتح الكاميرات يا أحبتي. بستانو. نفتح الكاميرات يا شباب المستقبل. قرب شوية يا بقى يا أمير، ما شفتهاش يا أمير. الله، إيه ريحانة. يلا يا دكاترة، مين الأول؟ الكاميرا. طب اوعى اوعى ايدك، اوعى ايدك يا أمير، اوعى ايدك يا أمير. أمير قرب شوية يا دكتور، الكاميرا مش مبينة الكلام خالص، لا الكاميرا مش واضحة. محسن، برافو يا محسن. يارا، برافو يا يارا. لا الكاميرا عندك مش واضحة خالص يا أميرو. ضحى، ماشي يا ضحى، هي كانت بستان بس فستان برضه. تمام ماشي يا أسيل، برافو عليكي. رقية، قربي شوية يا رقى، برافو يا رقى، قربي يا رقية. جميل. يارا، فين الكتابة يا يارا؟ يا أسيلو، حاجة عودك يا أسيلو. هي أنا إحنا قلنا لما نطقنا قلنا بوستان ولا بو، باء عليها ضمة فقط، باء الكلمة صحيحة. ماشي يا يارا، أحسنت. جودي، جميل يا جودي. ساندي، اقتربي يا ساندي قليلا، صغيرتي. ماشي يا سندي، حلو. رهف، أحسنتي. عمر بسام، قرب شوية. جميل يا عمر بسام، عمر بسام جميل، برافو. فطوم، قربي يا طماطم. لا قربي انتي، قربي قربي الدفتر، ارفعي شوية يا بطة. برافو عليكي، احسنتي. نهول، احسنتي يا نونا. ريتاج، جميل يا ريتاج. كارمن، برافو. ريتاج جميل. نورهان، قربي يا نونا، قربي الدفتر يا نونا. تعالى نفتح الكاميرات زي الأبطال والبطلات كده اللي فاتحين الكاميرات. تعالوا كده، أنا عارفة الحاجات دي بتبقى محتاجة تدريب، بس من الحاجات اللي انتوا خدتوها أنا عارفة الحاجات دي مكملة معانا ولازم ناخدها تاني وتاني وتاني عشان بتلخبطنا. معلمتي، احنا عارفين تنوين بالفتح، تنوين بالضم، تنوين وتنوين الكسر. تنوين الفتح حصلت معاه حادثة، حد يعرفها؟ تحبوا تعرفوها معايا؟ تحبوا تعرفوها معايا؟ تعالوا نشوف ايه الحادثة اللي حصلت
لتنوين الفتح. تعالوا نشوف كده ايه اللي حصل لتنوين الفتح. تنوين الفتح حصلت له مشكلة جامدة جدا. تعالوا نشوف ايه اللي حصل لتنوين الفتح. اه طبعا ادخلي يا ريتاج. مستعدين نسمع القصة؟ اللي عايز يدخل يشرب، اللي عايز يدخل الخلاء عشان على ما افتح القصة. يلا اللي عايز يقوم يعمل حاجة كده في ثواني ويرجع. البيت ده او هذا المنزل ده منزل الحروف المنونة، تنوين بالفتح، تنوين بالضم، تنوين بالكسر. استأذنوا مامتهم ان هم يلعبوا في الحديقة، يلعبوا بكرة القدم. مامتهم وافقت ان هم يلعبوا قدام الحديقة او قدام المنزل في الحديقة بتاعتهم. تنوين الفتح وتنوين الضم وتنوين الكسر، بيلعبوا بالكورة، يلا شوت يلا بسرعة ها وجون، ومبسوطين وسعداء جدا. حد كان ماشي في الشارع أكل الموزة ورمى قشرة الموزة عند الحروف وهي بتلعب. طبعا الحروف وهي بتلعب ما كانتش واخدة بالها خالص من قشرة الموزة، وبالقدر قشرة الموزة دي يا أصدقائي وقعت أو كانت قدام تنوين الفتح. وكان تنوين الفتح في طريقه علشان يشوط الكورة، اتزحلق من قشرة الموزة. قعد يصوت، الحقوني، آه يا رجلي، رجلي بتوجعني، أنا مش قادر، آه يا رجلي. حاول تنوين الضم يلحقه، حاول تنوين الكسر يقومه، محدش عارف يقومه خالص. ساعدوني، رجلي وجعاني، مش قادر أقف لوحدي، هاتولي حاجة تساعدني، هاتولي عصاية تساعدني. وفعلا يا أصدقائي جابوله عصاية لتنوين الفتح، هو اللي كان مصاب، جابوله العصاية تساعده ودخلوه على قدر إن هو يقف عن طريق العصاية المساعدة يا فطوم، ودخل المنزل وجابوا له الطبيب. وفي الآخر قالوا له، الطبيب قال له انت خلاص يا ريتاب مش هتقدر تمشي لوحدك زي تنوين الضم ولا تن... زي تنوين ولا زي تنوين الضم ولا تنوين الكسر، انت لازم هتمشي معاك العصاية دي على طول، طول عمرك هتبقى ماشي بالعصاية. تنوين الفتح بقى طول عمره لازم يكون معاه العصاية. طب يا ترى العصاية دي، احنا دلوقتي تنوين وحروف، العصاية دي يا أصدقائي زي مين؟ مين موجود في الحروف اللغة العربية عصاية؟ مين؟ مين؟ ألف، حرف برافو، الألف، برافو حرف عليك، الألف، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. ألف، عشان كده، ألف، برافو عليكم، أحسنتم. عشان كده حرف مش الكاف، حرف شايفين حرف الألف، الكاف؟ شايفين حرف حرف الكاف؟ الألف،
حرف الكاف للتنوين الألف. الفتح، يا ترى حرف الكاف كده شكله صحيح يقدر يمشي ألف. لوحده؟ يقدر يمشي لوحده؟ لا خلاص، محتاج مين؟ محتاج مين؟ محتاج العصاية، لازم تكون العصاية جنبه. خلاص طيب، ادي ينفع شكله كده؟ لا لازم العصاية تكون جنبه كده. طيب الواو بالتنوين خلاص حصلت لها إصابة، ما ينفعش تكون لوحدها كده، لازم معاها مين؟ لازم معاها العصاية. وكمان حرف الجيم لازم يكون معاه العصاية. يبقى احنا نتعلم من القصة دي ان حروف التنوين الفتح ما ينفعش تقعد من غير عصاية خالص. يبقى انا تنوين الفتح ينفع الاقيه من غير عصاية؟ لا خلاص. ليه؟ لان الطبيب قال له انت ما ينفعش تقعد من غير عصاية خالص. طيب في كل الحروف ما ينفعش تقعد من غير عصاية، ما عدا ايه؟ ما عدا الهمزة لو كانت في اخر الكلام. ما عدا ايه تاني؟ التاء المربوطة مش هتاخد عصاية، ما عدا دول في آخر الكلام. لا، لأن الطبيب قال إيه؟ الطبيب قال إن خلاص تنوين الفتح ينفع بعد كده يمشي من غير عصاية؟ لا، يبقى تنوين الفتح دايماً دايماً هلاقيه معاه إيه يا أصدقائي؟ في السمع. العصاية آه العصاية، والعصاية في اللغة العربية اللي هي إيه؟ ألف الألف. برافو عليكم. بس. طيب ايه هي؟ في ثلاث حاجات مش هيكون لما لقيت معاهم تنوين الفتح مش هحط معاهم العصاية، ايه هما؟ الهمزة والتاء المربوطة تقريبا، الله عليك. وايه تاني؟ والتاء المربوطة وال التاء بس المربوطة الهاء والتاء المربوطة والهاء المربوطة. التاء السلام عليكم. التاء المربوطة والهمزة. اتفقنا؟ بس اتفقنا يا شباب المستقبل؟ خلاص ايه هي دي فعلا. السيشن وقفت. ايه السيشن وقفت هنا. يبقى انا كده عرفنا ازاي التنوين اعرف اطلعه، عرفت ازاي اميز التنوين من النون، عرفت ازاي النون الاصلية من النون الزينة من النون الاكسسوار. اتفقنا كده يا دكاترة؟ اتفقنا بص اتفقنا. ان شاء الله ان شاء الله خلال الدراسة هنعيد ده تاني، هنعيد كل الحاجات اللي فاتتكم، هنعيدها مع الدروس بتاعت سنة تالتة، هنعيد الحاجات دي كلها تاني. الحاجات دي ما بتخلصش، الحاجات دي لازم نكون عارفينها على طول، لأن الحاجات دي بتلخبط على طول. فاحنا هناخدها هيبقى بشكل أدق، بالتطبيق عليها أكتر واحدة واحدة. بس أنا كده حبيت أفيد أصدقائي اللي حضروا معانا. معلمتي نعم موضوع الكاميرا في مشكلة؟ إيه يا حبيبتي؟ ماما غلط في الكاميرا في مشكلة؟ فاتحة الكاميرا. إيه؟ ازاي حضرتك؟ معلش انا بنت في الكاميرا عادي. هو التسجيل شغال إيه؟ بس يعني تقريبا في انت ما مشكلة؟ كنتيش موجودة، يعني اصل هو في اطفال كتير فممكن ما كنتش جايبة فطوم دلوقتي. لا هو انا ظهر، لا هو يعني مش متسجل لان انا بشعري، حضرتك فهمتيني بشعري. ما بقولك انا يعني طب دلوقتي ولا في السيشن اللي فاتت؟ لا لا من شوية دلوقتي. دلوقتي ما اعتقدش انك اه هشوفها، على المهم هشوفها وهبلغ الفني قبل ما ابعتها. بالله عليكي، لان انا خلع شعري وكده من فوق كده، يعني ما فيش حاجة. خلاص والله امانة عيب. خلاص 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 ماشي. خلاص. بصي على العموم حتى لو صدفة، هو جزء اخير، لو صدفة ان احنا ما ننزلهاش ما فيش مشكلة، بس انا هشوف مع تمام الفني قبل ما ابعتها له، يعني هشوفها انا الاول وان شاء الله مش كل زوج. طيب بالله تمام عليك شوفيها وطمنيني بالله عليك. حاضر خلاص والله حاضر. ما انا مش هعرف اوصل لك، بس يعني انت لما هتشوفي الفيديوهات بتنزل مش هتلاقيها ان شاء الله، يعني لا لو مش كده، انا يعني عايزه تاخدي رقم يعني رقم كده، ما فيش مشكله ما بس. تقلقيش. بصي دي امانه ودي حاجه احنا هنتحاسب عليها، انت طلعتي غصب عنك، انت عرفتيني، انت عطيتيني دلوقتي الامانه، فما تقلقيش خالص. اه لان انا فاطمه فاتحه الكاميرا
فانا بعبي، فانا شعري معلش من فوق باينه، معلش معلش معلش، خير خير ان شاء الله. معلش. ماشي يا يعني. يا اتفقنا مات كده يا اصدقائي؟ يا ايه مات رايكم في القصه اللي خدناها واحنا بنتعلم؟ حكينا قصه يا مات يا نعم يا مات يا نعم. ان شاء الله خلال الدراسه هنتعلم بقى ازاي نتملى تنوين فتح، وبعد كده عندنا حاجات تانية كتير بقى، الألف واللام الشمسية واللام القمرية والألف واللام مع التنوين. عندي قصص كتير جدا على فكرة، اللي هيحضر معانا في السنة الدراسية هيشوف قصص بنتعلم مع القصص ومع الحكايات. كنت مبسوطة معاكم جدا النهاردة، أحلى أصحاب أصدقائي الكبار، ممتازين ملتزمين، حبيتكم جدا، أتمنى أشوفكم خلال السنة تكونوا معايا ونكون أصحاب مع بعض. نعم I love you less. أنا بحبكم جدا 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 جدا، أتمنى أنا أشوفكم، بحبك يا مام. وأنا بحبكم جدا والله، وأنا بحبكم جدا، وأتمنى تكونوا معايا إن شاء الله في الأكاديمية. مس اتفقنا؟ يا مام أقول يا لك نعم حاجة يا يا مام. نورهان، نعم يا نورهان، مس أنا مش أورهين، أنا اسمي نوران. نوران. أي نوران، أي نورة، عايزة ايه؟ بطل نوران، نعم مس، حبيبتي مش رافعة ايديكي، عايزة ايه؟ بس ثانية واحدة طيب مس، احنا عادي كده نخرج هنقفل. دلوقتي ولا لا؟ خلاص كده هنقفل يا السيشن. اشوفكم ان شاء I الله، love ان you شاء الله. بس I الله love يو، you يا احلى بس روكا، احلى روكا في استني الدنيا، بس احلى I love you اصدقائي، احلى نوران، احلى عبد الرحمن، بس احلى I love فرحان، بس I love ايتن، you روفان، محسن، الحياة حياه، امير، كارمن، ميرا، محمد مصطفى، مش عارفه مين، موتوريلا، رحاب، روفان، عمر بسام، محمد ابراهيم، حتى اليوزر مش عارفه اسمه، يارا. I love you miss. إلى اللقاء، باي باي. باي مس باي. بالله سلام يا مس. مس بالله عليكي، ما باي. تنسيش. خلاص يا حبيبتي والله، ما تنسيش، ما تقلقيش والله، لا خلاص. انا قصدي اللي قبل الفن ما يشوفه. لا انا، لا طبعا، لا انا بقول لك لو انت ظهرتي انا هسأل الفني انا اكترها ازاي، فاهماني؟ ما تقلقيش والله. يعني هو بيشوفها ولا حضرتك اللي بتكون مسجله عندك الاول؟ لا عندي انا الاول في اللابتوب بتاعي، تقلقي. يا مس طب خلاص امانه عندك بقى انت بقى وانا قلت بالمعنى، لك والله، انت دلوقتي انت انا اللي هشيل الذنب ده، ما تقلقيش. لان انا منتقبه اساسا، عرفتي؟ حتى لو مش منتخبة شعرك باين.